Nir Chaylissar, قال la plateforme n'a pas tenu le choc. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça sera réglé au plus vite. Ouni justement سؤال هل انه كان ساتوراسيون كبيره بسبب الاقبال نتاع العدد على المنصه او عتب شنو اللي صار. سلاح طرابلسي المكلف بالاتصال في قناه الحوار التونسي يفسر لنا. مرحبا بك سلاح. تحية كل مستمعي إذاعة موزايك. يعيشك يا سلاح، مرحبا بك. إذا سلاح، المنصة سامي الفهري أعداد كبيرة تحب تدخل ويتسألوا شنو اللي صار؟ البارح نفترض تبدأ المسلسلات على منصة سامي الفهري الفوندو براءة. اللي صار البارح فما برشا ناس دخلت على المنصة بعدد كبير فرد وقت صارت تيراسيون. هذه حاجة إيجابية كون الناس تدخل برشا، مؤشر إيجابي أن المنصة باش تكون المنصة رقم واحد في تونس إن شاء الله. صارت ساتيراسيون، ما حملتش الأعداد الكبيرة والضغط الرهيب اللي صار فيها من الناس، معناتها ساتيراسيون اللي دخلوا الكل فرد وقت. دونك المشكل في الساتوراسيون على المنصة هذية، في الأثناء العمل متواصل على المنصة. لا لا، فما فريق كامل، فريق تقني قاعد يخدم. لا احنا نحكي معك، فما فريق تقني يخدم باش يتجاوز كل الإشكاليات ونشوفوا المنصة في أقرب الأجال إن شاء الله. إن شاء الله تكون المتابعة للعودة بتاع المنصة من جديد. الهوني كنت نقرأنا في الستوري والستاتيو اللي هبطوا سامي الفهري، قال أنا باتوني لو شوك، ويمكن الكلمة يقصد بها العدد الكبير اللي كنت تحكي عليه من الناس اللي دخلت. اتوقعنا الناس تطلب عدد كبير، لكن ما توقعناش تكون بالعدد الكبيره اللي كبار شمع. عاود لنا سلاح، خاطر الصوت متقطع. قلت توقعنا باش يكون عدد كبير. توقعنا كون الناس تدخل المنصه بعدد كبير، لكن ما توقعناش كون العدد يكون كبير بالدرجه هذيك. فوالا، دونك العدد كان كبير، ذاك سبب ساتوراسيون. في الوقت اللي انت تحكي فينا فيه معنا، قلت انه اكيب كامله قاعده تخدم على على البلاتفورم باش ترجع او بلو فيت. فوالا، ان شاء الله. وتير الساتوراسيون تنجم حتى سيت موزايك ساعات تجي تدخل الاخبار تلقاها تنجم تدخل بعد دقيقه تنجم ترجع. معناتها فوالا سي اون كيستيون دو تان، معناتها واحنا في متابعه ان شاء الله للعوده هذيا. سلاح، نحب نشكرك سلاح طرابلسي، يعطيك الصحه. شكرا ليك. المكلف بالاتصال بقناه الحوار التونسي، قول لنا في اللحظات هذوما اللي احنا نحكيو معاه، ايكيب كامله قاعده تخدم على البلاتفورم سامي الفهري المنصه باش ترجع في اقرب الاوقات، والسبب يقول ساتوراسيون كبيره، وكانوا يتوقعوا انه العدد يكون كبير اما مش بالطريقه هذه. الشيء اللي سبب ساتوراسيون في المنصه هذيا suivre certainement ونشوفوا ربما من هوني لليلة ترجع البلاتفورم كيما العاده.